بالفعل غادي نقوموا باضراب اليوم وغدا حنا ككونفدراليه سي دي تي وربعه النقابات اخرى. لماذا هذا الاضراب؟ لانه يوم 29 دجنبر 2023 وقعنا حنا والنقابات كلها العامله بقطاع الصحه وعدد 8 على اتفاق مع وزاره الصحه اللي كانت كتكلم وتناقش معنا باسم وفد حكومي. هذا الوفد الحكومي اللي كان حاضر وسمع المطالب ديال الشغيله ديال النقابات كلها. هذا الوفد الحكومي اللي يتكون ممثل وزاره الميزانيه، ممثل وزاره الماليه، ممثل وزاره الوظيفه العموميه، ممثل الامانه العامه للحكومه، بالاضافه لممثل الصحه. واشتغلنا لمده 3 ايام وانتجنا في الاخر هذاك الاتفاق. هذا الاتفاق اتفقنا كذلك على اننا نجرؤه خلال شهر يناير باش نتكلموا على التفاصيل، على الارقام، على قيمه الزياده في العامه في الاجور الى اخره. وهو ما تم بالفعل. وزاره الصحه كانت كتنسق دائما مع وزاره الميزانيه والماليه. بالفعل من بعد ما انتهينا من ذلك رفعنا هذا الملف كله الى رئاسه الحكومه. رئاسه الحكومه لم تجب الى حد الان، بالعكس عشنا واحد الصمت رهيب وغريب ما فهمناش. وكيد قال من بعد دابا يكون خير، غير شوفوا غير انتظروا. هذا الكلام كله كلام للاستهلاك، لا ما عندنا ما نديروا به. حنا كتهمنا المطالب ديالنا، خصوصا انه القطاع مقبل على اصلاح جذري عميق، وهذا الاصلاح الركيزه الاساسيه ديال اي اصلاح وانجاح اي اصلاح هما العاملين بقطاع الصحه، هما مهني الصحه، هما موظفين الصحه بكل فئات ديالهم. وبالتالي راه الا ما تمش التحفيز ديالهم راه ما غادي يكون لا اصلاح لا والو. بالفعل حنا 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 وقفنا حتى نقاش حول القوانين والتنزيل ديال القوانين الجديده الى حين تلبيه المطالب الماديه، وغنستمروا في ذلك. حنا دابا كنستغربوا وغادي نستمروا في البرنامج النضالي ديالنا باضراب او باضرابات اللي غتشل الحركه في المستشفيات، ويمكن تكون اضرابات اللي طويله الامد ومسترسله واشكال نضاليه اخرى غير مسبوقه. حنا كنعتذروا للمواطنات والمواطنين على ان نضطروا نقوموا بهذا الشيء، ولكن كنحملوا المسؤوليه للحكومه لان هي اللي كتعامل مع المهنيين العاملين بقطاع الصحه اللي وقطاع حيوي واستراتيجي بهذه الصيغه. وسنستمر في النضال الى حين تلبيه المطالب ديالنا كلها، لان هذه المطالب اللي مشروعه والكل يؤكد ذلك.